الشينا وحنا الشينا وحنا الشينا وعلى الشينا وحنا الشينا والاقصى ينادينا والاقصى ينادينا والشاهد ينادينا والشاهد ينادينا مجرمان مجرمان بسم الله الرحمن الرحيم. نحضر هذا اليوم كفعاليات صحيه باعتبارنا اساتذه في المعهد ممرضين بالدرجه الاولى ثم اساتذه في المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، من اجل ان نؤكد على تضامننا المطلق مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بقطاع غزه، ومن اجل ايضا ان نشجون وان نندد بما تعرض له الأطفال والنساء والأطر الصحية إثر القصف الذي قام به العدو أول أمس، وتسبب في استشهاد 500 فلسطيني لا ذنب لهم إلا أنهم فروا إلى المستشفى من أجل أن يحتموا من العدوان الإسرائيلي. وبالتالي كفعاليات صحية فإننا نندد بهذا العدوان الغاشم على إخواننا وشعبنا بفلسطين، ونؤكد تضامننا معهم اللامشروط، وأيضا نندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على هذا القطاع، ونؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية هي بمثابة أيضا القضية الأولى وطنيا، وهي يعني قضية الصحراء الوطنية، قضية الصحراء المغربية، وقضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى لا يمكن إلا أن نكون أول مدافع لها، وإلا أول من يذود للدفاع عنها. اليوم المهني الصحة كما كتشوفوا قرروا أنهم ينتفضوا تضامنا مع ضحايا فلسطين، مع ضحايا الإرهاب الهمجي الإسرائيلي على مستشفى المعمداني. إذا هنا جمعنا اليوم ممرضين، أطباء، إداريين، كل من له علاقة بميدان الصحة تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين، وباش نبينوا لأننا ضد التطبيع مع إسرائيل. وهذه دعوة لجميع المغاربة، جميع العرب، جميع المسلمين، جميع مهني الصحة أينما كانوا، أنهم ينتفضوا ويبينوا على الرفض ديالهم التام لمثل هذه يعني الأمور الإرهابية، واللي مشاو ضحايتها أكثر أزيد من 500 بريء، أطفال صغار، شيوخ كبار. فنحن كمهنيين صحة اليوم في المستشفى الجامعي الحسن الثاني كنقولوا أننا رافضين تماما لهذا الإرهاب الهمجي لإسرائيل على مستشفى المعمداني وعلى غزة وعلى فلسطين بشكل كامل. تحية عالية للعمق على المواكبة الدائمة لهموم عموم المواطنين وكذلك القضية الفلسطينية الأبية. اليوم كما كتشوفوا جينا كمهني الصحة، ائتلاف نقابي وكذلك تنسيقيات مناضلة في الساحة، مهني الصحة ديال الإقليم ديال فاس وكذلك ديال الجهة ديال فاس مكناس، أبوا إلا أنهم يجسدوا هذه الوقفة التضامنية مع الأهالينا في غزة، وكذلك لنعبر عن استنكارنا وامتعاضنا على الهجوم الهمجي للقوى الصهيونية على المستشفيات، على الأطفال، على الشيوخ، على النساء العزل، على المواطنين العزل. ما يمكنناش كمهني الصحة نبقاو جالسين تنتفرجوا وحنا تنشوفوا المستشفيات كتقصف، المستشفيات اللي هي محرمة دوليا أنها تقصف في أعتى الحروب، فما بالك أنه ما بين جيش ومقاومة بسيطة. الإرهاب هو أنك تقصف النساء وتقصف العزل وتقصف الأطفال وتقصف المستشفيات والجامعات والمدارس. لهذا جينا كمهني الصحة بفاس مكناس باش أننا نددوا بهذه الإبادة الجماعية اللي تعرضوا لها الأهالي في غزة، وباش نعبروا على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية ككل، ودائما القضية الفلسطينية غادي تبقى في القلب أبدا إلى أن يتم تحرير فلسطين. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.